زميل محمد الحداد من مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. محمد، أهلا بك مجددا، وأبرز الفعاليات لديك في الكاتدرائية وأبرز الضيوف ربما الذين قدموا لتهنئة البابا تودروس بعيد الميلاد المجيد. همام، ارحب بك وارحب بجميع الساده المشاهدين مجددا من الكاتدرائيه المرقسيه بالعباسيه، وهذه المتابعه على مدار اليوم لتوجيه التهنئه لقداسه البابا تودروس الثاني بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقسيه، الذي بدا في استقبال المهنئين منذ ساعات الصباح الاولى. تم تخصيص وقت للاباء الاساقفه والاباء الكهنه من مختلف كنائس محافظات مصر، جاءوا الى هنا لتوجيه التهنئه قداسة البابا تودروس، وأيضا ممثلين عن مجالس الكنائس المختلفة على مستوى مصر جاءوا إلى هنا أيضا إلى المقر البابوي لتوجيه التهنئة لقداسة البابا تودروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد. أعداد كبيرة أيضا من المواطنين توجهوا إلى المقر البابوي لتهنئة قداسة البابا والاحتفال بعيد الميلاد المجيد. أيضا عدد من الموهوبين وعدد من المشاركين في كورال الكنائس المختلفة جاءوا إلى هنا أيضا وقاموا بتقديم عدد كبير من الترانيم احتفالا بعيد الميلاد. في هذه الدقائق يا همام التي أتحدث فيها إليك هو الوقت المخصص لرجال الدولة وممثلي ورؤساء البعثات الدبلوماسية المختلفة. نجد محافظ القاهرة، نجد ممثلين عن مجلس النواب، نقابة المحامين، ممثلين عن وزارة الأوقاف، عن مشيخة الأزهر، جاءوا إلى هنا إلى المقر الكاتدرائية لتوجيه التهنئة بعيد الميلاد المجيد لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. بكل تأكيد سوف نتابع معكم على مدار اليوم أجواء تقديم التهنئة لقداسة البابا من المقر البابوي ومن هنا من مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. أشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، وعودة إليك همام في الاستوديو.